ايه ده؟ هي نادية مش تيجي تتعشى معانا ولا ايه؟ مش عايزة. ليه؟ نادية يا سيدي بتلم هدومها، عايزة ترجع مصر بكرة. ترجع مصر؟ ايه ده فجأة كده؟ انتوا ايه اتخانقتوا ولا ايه؟ لا ابدا. امال ايه القرار المفاجئ يعني انها ترجع مصر كده ومن غير سبب؟ مش عارفة، فجأة لقيتها بتقول لي انا حاسة ان انا ضيعت وقت كتير وانا لازم ارجع مصر عشان خاطر جامعتي. والله لو كان رجوعها مصر عشان خاطر جامعتها هيبقى عين العقل، عداها العين. حسام، انا حاسه ان دي مش نادية اختي اللي انا اعرفها. خايفه انها تكون اتصدمت في ستيفاني. اتصدمت في ستيفاني؟ وهي ايه علاقة نادية بستيفاني اساسا؟ ستيفاني بعتت لها عشان تيجي عندها الفيلا. فعلا نادية راحت، فاكره ان ستيفاني عايزه تساعدها. اكتشفت يا سيدي انها عايزه تعرف شويه معلومات عن الفيلم بتاعك انت وجول. وطبعا ناديه ما قالتلهاش اي حاجه، لان ناديه ما تعرفش اساسا ان الفيلم اتلغى. لا ما هو الفيلم ما اتلغاش. ازاي؟ مش انت قلت لي الفيلم اتلغى؟ ده فعلا حصل الكلام ده، بس بعد كده رحنا انا وياسمين عند وليد محمود. وليد محمود ده بقى الممول الاساسي بتاع الفيلم. قال لي ان هو حابب الفيلم وحابب كتابتي وحابب ان احنا نشتغل مع بعض، والحاجه الوحيده اللي هتتغير هي جو. وياسمين بقى هتقف في وش الجو علشان خاطرك انت؟ لا، ما ياسمين هتنفصل عن جو اساسا، بس مش عشان انا، عشان هي. عشان كده هي متمسكه بالفيلم، لانها الورقه الوحيده الرابحه اللي ممكن تكسبها دلوقتي، فهمتي؟ وانت؟ أنا مالي؟ أنا كاتب، هكتب وبس. هتكتب وبس يا حسام؟ هكتب وبس يا فرح. وبليز قولي اللي جواكي على طول كده دغري، عشان أنا ما بحبش اللف والدوران خالص. وأنا زيك بالظبط، ما بحبش اللف والدوران. إحساسي بيقولي إن ياسمين متمسكة بالكاتب مش بالفيلم. سكت ليه؟ عشان ماليش مزاج اناقش اوهام في دماغك وبس، ومش هضيع شغلي عشان الهبل بتاعك ده. ليه يا حبيبي ما تضيعش شغلك؟ بس كمان ما تضيعش مراتك. هندفع ولا شبعنا؟ متهيألي شبعنا. شغلتي لي بالي. جهاد بدي فل. لوين بدك تفل؟ وليه؟ انا واياد بدنا نفل. اياد هو اللي بده يفل. انا يلي بدي فل. لك ليه؟ فهميني ليه؟ يا جهاد بليز افهمني. انا من وقتها ما قشت الشرطه لهون وخبرتنا ان عماد هرب واختفى بطلت اعرف نين. حاسه ان هو كثير قريب منا وممكن يظهر باي لحظه. بعدين انا كثير عم بخاف وقت عم ببقى لحالي هون. منك لحالي، الحراس دايما معي. مش عامل الحراس وقت اجى لهون عماد وكان بده يقتلني، ايه؟ يا جهاد بليز افهمني، انا ما بقى قادرة اتحمل توتر اكتر من هيك. بدك تروحي عند بيت اهليك؟ لا 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 لا، عماد بيعرف العنوان هونيك، بدي محل ما بيقدر يوصل لي فيه، ما بيعرفوا عماد. طيب، هالحالي لازم نفل كلنا معه. مش رح اتركك وحدك بهالمرحلة. ماني لوحدي، اياد معي. حتى لو كان معك، أنا كمان بدي أكون معك وما رح اتركك. خلص، من بكره الصبح بنروح على الفيلا تبعي. أكيد عماد ما بيعرف عنوانها، ما هيك؟ ما بعتقد. كثير منيح. لكن بكره بنفل. هيك بتكوني مرتاحة؟ أحسن. طيب، يلا، قومي جهز أغراضي وأنا بحكي لأياد. Okay.